الثامنة مساء بتوقيت العاصمة موريتانية نواكشوط، جولة أخبار الساحل وفي أبرز عناوينها تتابعون: استعدادات متواصلة من طرف الأحزاب السياسية قبل انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات فاتح سبتمبر. المستقلة للانتخابات تؤكد جاهزيتها للاستحقاقات القادمة من الناحية اللوجستية، وأنباء عن تعاقدها مع شركة أجنبية لطباعة بطاقات التصويت. إبراهيم بوبكر كيتا يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد تجاوز منافسه سميلة سيسي، والأخير يرفض النتائج. جولة أخبار الساحل، أهلا بكم. تستعد موريتانيا للحملات الدعائية الممهدة لاستحقاقات فاتح سبتمبر التي تنطلق منتصف ليل الخميس الجمعة، حيث تكثف الأحزاب السياسية جهودها لتجهيز مقار الحملات ونصب الخيم والشعارات المميزة لها. إنها الانطلاقة المرتقبة للحملة الدعائية للانتخابات الأكثر تمثيلا في موريتانيا، الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية، وقد أخذ الكل مكانه. حجز للخيام ومكبرات الصوت، وحتى حجز أماكن مميزة للعرض. الحملات الانتخابية جزء مهم من أنشطتنا، وكما تلاحظون بدأنا بتركيب المنصة والمستلزمات الضرورية التي تساعد في انطلاقة السهرات الدعائية للحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية فرصة لإبراز برامج الأحزاب والشخصيات المشاركة وسط انتظار وترقب من المواطنين. على كل حال بالنسبة لي أنا الحمد لله الحملة ما عندي مشكلة، واللي فات ما شاء الله ما عندي مشكلة، وفيها ديمقراطية وتعدد الأحزاب كاملين داخلين فيه، ما بقى ما شاء الله حزب ما شارك ولا بقى شيء صوت جراشنا إن شاء الله ما عندي مناسبة، لا الحمد لله ناجحة وزينة. التنافس بين المرشحين قد تطبعه بعض العادات التي دأب عليها المتنافسون خلال الحملات الماضية، ما جعل الناخبين يمررون بعض الرسائل في هذا الصدد. ادعو الأحزاب السياسية المتنافسة أن تتنافس بكل مسؤولية، أن تبتعد عن تلك الخصومات التي تقع أثناء الحملات، فالوطن يسع الجميع، وينبغي أن نتنافس على كسب ودي المواطن بكل مسؤولية وجدارة. حملة انتخابية ساخنة بمجرياتها وأحداثها في ظل المشاركة الكبيرة للأحزاب السياسية وتعدد المتنافسين واللوائح، والكل يريد الفوز بالمقاعد الانتخابية التي يتحكم الناخب وحده في منحها لمن أراد. محمد الحافظ، الساحل تي في، نواكشوط. تستعد أحزاب المعارضة المشاركة في استحقاقات فاتح سبتمبر لإطلاق حملاتها الدعائية، وذلك في ظل تحالفات وتكتلات تقول هذه الأحزاب إنها ستحقق من خلال نتائج إيجابية في الانتخابات القادمة التي يشارك فيها حوالي 100 حزب سياسي. وتعليقا على الموضوع، انضم إلينا في الاستوديو المختار الزين، قيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية. أهلا بك ضيفي الكريم. أهلا وسهلا. بداية، ما هو تقييمكم للتحضير للحملة قبل انطلاق الحملة بساعات؟ أولا شكر القناة على الاستضافة. ما يتعلق بالحملة، نحن على كل حال مستعدين للمشاركة الإيجابية في هذه الممارسة السياسية، ولكننا على كل حال نتحفظ على الكثير من آليات هذه العملية. وأول هذه الآليات هي وضعية اللجنة المستقلة للانتخابات التي ما زالت تشوبها ضبابية، ونعتبر أنها لا تمثل. ما الذي تقصد بالضبابية؟ عدم التمثيل المتكافئ للأحزاب السياسية المشاركة في العملية. فيما يتجسد هذا؟ يتجسد أولا في تشكيلة اللجنة المستقلة التي لا تتضمن عضوية الأحزاب المشاركة بكافتها. ثانيا، هذا يضفي نوعا من عدم المصداقية على ممارسة مواكبة العملية. لم تشكل لجنة عن طريق حوار سياسي؟
شكلت ولكنها لا تضم الطيف السياسي كله. إشكالية المطروحة لم تدعوا إلى المشاركة في الحوار الذي شكلت على أساسه اللجنة؟ تلك عناصر ماضية من ضبابية الوضعية السياسية التي نعيشها في البلد، ولكن حاليا هذه الممارسة الحالية لا، أنتم غيرتم أنفسكم عن تشكيل هذه اللجنة وتأتون متأخرين تقولون هذه اللجنة لا تمثل. نعم، مع كامل الأسف نحن لم نغيب أنفسنا، ولكننا طرحنا بعض الشروط للمشاركة في حوار إيجابي. لم تنجح تلك الشروط في إقناع السلطة الحالية. تم تشكيل لجنة تعتبر حقيقة لجنة غير ممثلة. إذن لماذا تشاركون في ظل هذه اللجنة التي ليست؟ نحن نشارك من أجل الشعب الموريتاني ونتحفظ على اللجنة المستقلة وعلى الآليات التي سيتم بها العمل. نعم. إذن يرى خصومكم في الأغلبية أن الاتهامات التي توجهونها للأغلبية لا تساعد كونها استباق لنتائج انتخابات قادمة واعتراف مسبق بإمكانية فوز أحزاب الأغلبية؟ نحن لا نوجه اتهامات الأغلبية. نحن لسنا مقتنعين بأن المسار السياسي الحالي الذي يديره الرئيس محمد عبد العزيز والنظام الموالي له أنه يشكل حقيقة إطارا سياسيا موضوعيا يمكن الولوج بموريتانيا من خلاله إلى مؤسسات ديمقراطية. هذا الطرح تحققنا به من منذ اتفاقية الدكار وما زال مطروح. هذا المسار نشارك في عملية انتخابية من أجل الشعب الموريتاني، من أجل ملغي الفراغ الديمقراطي ومحاولة المشاركة في الحوار السياسي داخل الآليات التي نتحفظ حقيقة عليها. نتحفظ على مراجعة الدستور، نتحفظ على اللجنة المستقلة، نتحفظ على انحياد السلطة الإدارية، وتشاركون في الانتخابات وفي نفس الوقت نشاركون لأننا نريد. أليس هذا تناقض؟ لا يمثل تناقض بقدر ما يمثل نوعا من النضج السياسي يجعلنا لا نريد أن نكون بمنأى عن العملية السياسية. وما زلنا نحاول. لماذا قاطعتم الانتخابات الماضية 2013؟ بنفس الأسباب، ولكن وهذه الأسباب غيرت و لا لم تتغير، ولكننا ارتئينا حاليا أن نشارك لكي لا نترك الساحة لهذا الإنجراف السيء بالمؤسسات الديمقراطية إلى ما يسمى بالممارسة الدكتاتورية. إذا شعرتم أخيرا بجسامة خطورة المقعد الفارغ؟ فعلا، ولكن من خلالي مع التحفظ الكبير بالآليات المحيطة بالعملية الانتخابية. ولسنا وحدنا، هنالك الكثير من أحزاب المعارضة التي تتحفظ، وحتى المراقبين السياسيين يتحفظون على مصداقية المسار ما لم تكن هنالك آليات متشاور عليها. لكن هذا التحفظ طبعا معه مشاركة، كيف؟ أنا ما زلت مصر على الإجابة على سؤال. قضية بسيطة، أعطيك مثال بسيط. على مستوى حزب التكتل الكويتي الديمقراطية قبل المشاركة كان هنالك حوار بالمؤسسات الداخلية للحزب. كان هنالك تيارين. تيار يريد المقاطعة لأنه لا يعتبر أن هنالك موضوعية ومصداقية في المسار الحالي. التيار يريد المشاركة من أجل الشعب الموريتاني. وبعد حوار طويل تم الاتفاق نسبيا، وأقول نسبيا، على المشاركة من أجل الشعب الموريتاني مع التحفظ بالنقاط التي نعتبر أنها ما زالت فارغة فيما يتعلق بمصداقية المسار. إذا أنتم تشككون في مصداقية هذه اللجنة، ستشاركون، ليست هذه بوادر نعني تشكيك في النتائج إذا حصلت، خصوصا إذا لم تمل إلى الكفة إليكم؟ على كل حال نحن نشارك في العملية وسنحاول أن نضفي نوعا من الموضوعية لهذه العملية، لكننا يسوبنا شيء من الشك في أن هنالك مصداقية. والدليل الواضح على ذلك هو أن الإطار التنظيمي لهذه العملية وهو اللجنة المستقلة لا يمثل الطيف السياسي. إذا الباء لن تطير هذه المرة. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك المختار الزين القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية سياسيا دائما. من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن كل الظروف متوفرة لإجراء الانتخابات في أجواء ملائمة، خصوصا ما يتعلق بالناحية اللوجستية. هذا وأكدت بعض المصادر أن المستقلة للانتخابات كانت قد تعاقدت مع شركة لبنانية لطباعة المحاضر وبطاقات التصويت في الانتخابات القادمة المقررة فاتحة سبتمبر المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات 98 حزبا سياسيا، وهو ما يزيد الأعباء على اللجنة المستقلة للانتخابات. نحن ما عندنا إلا أن تنجح هذه الانتخابات ما يرضي الجميع. طبعا على أنها صعبة هذا كل حد يعرفه، وقطعا على أنها 98 لائحة تسييرها وذي صناديق، وهذا من محضر وذا من ورقة وذا من مستخرج لا هي يعدل وذا من رئيس مكتب لا هي ينصب. هذا ما هو بسيط قطعا.
إذا تعاوننا عليه كاملين بنفس الروح ونفس النية في الإصلاح نقدر نعدل الانتخابات إن شاء الله ناجحة. إحنا ذاك جانبها كامل التقني والفني ضامنينه. الجانب السياسي شورهم هم شور الأحزاب إذا تراضوا وتعاملوا مع العملية بإيجابية واحترموا قواعد اللعبة واحترموا القوانين المطروحة العملية ناجحة بكل المقاييس. في ذات السياق نقع حيث تكثف أحزاب الأغلبية جهودها لإطلاق حملاتها الدعائية الممهدة لانتخابات فاتح سبتمبر، وذلك مع الحديث عن موجة مغاضبة قد تؤثر على هذه الأحزاب، خصوصا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. وتخوض أحزاب الأغلبية هذه الاستحقاقات في ظل منافسة قوية من أحزاب المعارضة التي دخلت في تحالفات وتكتلات يرى البعض أنها قد تتمخض عن منافسة قوية. من جهة أخرى، إذن تعليقا قبل ذلك تعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا الناشط في أحزاب الأغلبية أحمد الدوة، ناشط سياسي في حزب الاتحاد من الجمهورية. أهلا بك ضيفي الكريم. بداية، كيف تستعدون كأحزاب أغلبية لهذه الانتخابات التي يرى متابعون أن المنافسة فيها ستكون قوية نظرا للمشاركة القوية لأحزاب المعارضة؟ شكرا لكم على الاستضافة، وانتهز هذه السانحة ليقول إن استعداداتنا بدأت منذ فجر الحركة التصحيحية، حيث عملنا على الأرض وكان برنامجنا برنامجا عمليا لا برنامجا كلاميا فقط. استطعنا من خلالها نخدم المواطن حيث هو بدعمنا للنظام القائم منذ 2008 والذي جاء عبر الانتخابات في 2009. نعم. انتخابات اعترفت بها جميع مكونات الطيف السياسي في البلد. واستعداداتنا بدأت من تلك اللحظة، حيث عملنا على أن نزرع الثقة بيننا وبين المواطن. نعم. من خلال برامج اسم على الأرض. سواء في شرق البلاد وغربها، شمالها وجنوبها. نعم. برامج تلامس هموم المواطن، بدءا بالتسكين ثم توفير المياه شمالا وشرقا وغربا، ثم البنية التحتية، ثم الحفاظ على الهوية بطردنا للصهاينة وجعل البلاد قبلة ومحجا إقليميا ودوليا عبر. نعم. واضح. تنظيم القمة العربية جداً. والقمة الإفريقية. إذن هو برنامج متكامل نسعى من خلاله إلى أن نواصل هذا الرهان. نعم. لأنه يخدم أولا وآخرا مصلحة البلاد. نعم. والعباد. نعم. لكن هذه الإنجازات التي تحدثت عنها هل تلامس سقف طموحات قيادات حزبكم أو حتى نعم. في الحقيقة نحن قطعنا شوطا كبيرا بعد عقود من التيه، عقود من النهب، عقود من الفساد، عقود من التطبيع أو عقد على صح من التطبيع. ها نحن دخلنا مرحلة يحس المواطن بأنه في بلده، مقدراته وخيراته تسخر لخدمته، بلده بإمكانه أن يفاخر به حيثما حل وحيثما ارتحل، الخدمات تصله حيثه. نعم. يتهمكم سواء. نعم. في بورات. نعم. سواء في ترمسكة. نعم. سواء في الأماكن التي يتهمكم تمنها. يتهمكم خصومكم في المعارضة باستغلال موارد الدولة والشخصيات العامة في حملتكم الانتخابية، وهو ما يؤثر على سير العملية الانتخابية، ما ردكم؟ حقيقة هذا اتهام مضحك، وشر البلية ما يضحك. البعض يقول بأن الأحزاب الأغلبية أنها أحزاب مفلسة، وأنه قبلنا كانت الأحزاب تتمتع بحركة سيولة لا بأس بها. على كل حال هم يتخبطون ودائما ما يركبون الأمواج، ويحاولون إلقاء التهم جزافا دون تحر ودون مصداقية ودون أي موضوعية. ولعلكم تذكرون أنهم في حين كنا نبني ونحاول أن نخدم الوطن كانوا هم يستغلون الوقت ويقاطعون الانتخابات من أجل استيراد الجحيم العربي ومن أجل ضرب قواتنا المسلحة في الظهر. لكن من خلال لنعود إلى موضوع السؤال، وهو استغلال موارد الدولة. هذا طبعا يعني هذه اتهامات من المعارضة. بعض أحزاب المعارضة اتهمكم باستغلال الزيارة الأخيرة، استغلال رسمية الزيارة الأخيرة لبعض الدعاية السياسية
حضور الدعاية السياسية في بعض اللقاءات مع أطر ولاية الحوض الشرقي والعصابة، أليس كذلك؟ ثم تفرق كبير بين الزيارة الرسمية والتي يقوم فيها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للبلاد بتدشين مشاريع هامة عن الزيارات التي يقوم بها كمواطن موريتاني ينتمي لهذه الأغلبية الحاكمة حيث يمارس نشاطه كأي مواطن طبيعي. لم تحضر الدعاية السياسية في الزيارة الأخيرة؟ لم تحضر أي دعاية سياسية أبدا وإطلاقا، وهنالك حد فاصل بين ما هو عام وما هو خاص. نحن في الأغلبية الحاكمة نتحرك بمواردنا وبمساهمات أعضاء هذه الأحزاب وبتبرعات رجال أعمال. أخيرا يرى البعض أن نموشة المغاضبة التي ظهرت مؤخرا في حزب اتحاد من الجمهورية ستؤثر عليه في الانتخابات الثلاث القادمة، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ حقيقة إنما أنجزه حزب اتحاد من الجمهورية وما أنجزته الأغلبية الحاكمة بشكل عام من كداعم رئيسي لرئيس الجمهورية محمد عبد العزيز يكفيها لأن تخوض المعركة بروح مطمئنة وبثقة كبيرة وعالية في أنها ستحقق المزيد، لأن هذا الشعب يطمح لمن يخدمه ولن يجد أفضل من مسارنا ومن نهجنا لخدمته. إذا أحمد ولد الدوة ناشط سياسي في حزب اتحاد الجمهورية، شكرا جزيلا لك. من جهة أخرى يتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية كل مرة مع إجراءات أمنية لافتة لتأمين العملية السياسية والانتخابية في البلاد، وتزيد السلطات الأمنية من يقظتها خلال أيام الحملة الدعائية، خاصة هذه المرة التي تشهد أكبر تنافس بين المرشحين واللوائح. رجال أمن مرابطون لتأمين سير الحملة الانتخابية، فأكبر التحديات المصاحبة للأحداث السياسية الكبرى يكمن في استتباب السكينة العامة. فمئات المترشحين وعشرات اللوائح الانتخابية ستتنافس على نيل مقاعد محدودة، وستكتظ الشوارع بالمؤيدين لهذه اللوائح خاصة في أوقات المساء حيث السهرات الانتخابية. بالنسبة للأحزاب السياسية يلا تأكلها يقبل مكان يعود آمن ويعود يعدل فيه حملته، وما يعود يقبل بليده في العراء ويعدل فيها ابن فيها شمد خيام يعود بنزرق في خلوه ويالت أمه يعود يعدل أمسية يشعر بها المقاطعة اللي فيها، يشعر بها الحاكم، يشعر بها السلطات، وتعطيه رجال يعود يأمنوا له لعاد معدل مهرجان ولا معدل أمسية ولا معدل سهرة. شوف بعد السهرة الحمد لله ولا عندي أي مشكلة ولا فما أي ضرر لحد مولي، وفهم الأمن مولي وفهم ذاك كامل مولي، ما الناس ما خاصة شيء الحمد لله. الحماية المدنية تستعد هي الأخرى لأي طارئ إبان انطلاق الحملة الدعائية وخلال سير العملية الانتخابية، فليست الحرائق وحدها من اختصاص هذه الهيئة. وراجين من مواطن عنه يعود على مستوى ويعود حذر، أولا اللي نلاحظ أي حادث والله أي شيء حريق والله في البداية يجب تصل برقم الحماية المدنية اللي هو 118، وعقب ذاك يحاول كانوا يطفي ذاك الحريق إلى ما قدرنا احنا ندرج في الوقت. المهم يعود الإبلاغ بأسرع وقت، وعقب ذلك هما اللي راجين الناس اللي تبني الخيام من النوع تحس من التوصيات الكهربائيه بها اللي هي مسبب الاولى للحرائق، وهم اللي تحاول انها لا تبني خيمه ما تبنيها قافله الطريق يخلوا اللي قالوا ممرات. العاصمه نواكشوط ستحظى باكبر التجمعات الانتخابيه نظرا لعدد السكان وحجم المساحه الكليه للمدينه التي تضم 3 ولايات، ما يستدعي وضع خطط امنيه محكمه لتأمين سير حسن للحملة الانتخابية. بعيدا عن السياسة، لقي 9 بحارة موريتانيون مصرعهم، وتم إنقاذ 6 آخرين بعد ارتطام زورقين بباخرة نقل قبالة شواطئ مدينة واذيبو شمالي البلاد. وأكدت بعض المصادر أن البحارة 6 الذين تم إنقاذهم تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، وقد فتح الدرك الموريتاني تحقيقا حول ملابسات الحادث. هذا ولقي عدد من البحارة مصرعهم خلال الشهر الماضي بعد تعرضهم لحوادث بحرية معظمها مع السفن العملاقة الصناعية بالتزامن مع انطلاقة الموسم البحري الجديد. نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل قصير.
إقبال متوسط على محلات خياطة الملابس التقليدية على أبواب عيد الأضحى المبارك. حين تشتد المنافسة يكثر المترشحون، تتكاثر المصادر، تختلط الأوراق، تحتاج إلى إعلان ترشحك ومخاطبة ناخبيك مباشرة. تلفزيون الساحل هيأت لك هذه الفرصة. للاتصال أو الحضور مباشرة بمقر قناة الساحل. أهلا بكم من جديد إلى مالي، حيث أعلنت وزارة الحوزة الترابية فوز الرئيس المنتهي ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد المصارم، متقدما على مرشح المعارضة سميلة سيسي الذي أعلن رفضه المسبق للنتائج. صناديق الاقتراع في مالي تعيد إبراهيم بوبكر كيتا إلى قصر كولوبا من جديد، فقد تمخض الشوط الثاني الذي أعلنت نتائجه صباح الخميس عن فوز كيتا ب 67% من الأصوات المعبر عنها، في حين صوت حوالي 33% من الناخبين الماليين لصالح زعيم المعارضة سوميلا سيسي، ووصلت نسبة المشاركة في هذا الشوط 43.57%، وسيبدأ كيتا مأموريته الجديدة في 4 سبتمبر المقبل. المرشح الخاسر للمرة الثانية في الشوط الثاني سوميلا سيسي لم ينتظر خروج النتائج للتعليق عليها، بل استبقها بالرفض لما أسماه مساع حكومية للتزوير لصالح منافسه الفائز إبراهيم بوبكر كيتا، بيد أن بعثة الاتحاد الأوروبي أكدت خلو العملية الانتخابية من أي شوائب عكرت سيرها. وبعيدا عن تهم التزوير ونفيها، كانت الأوضاع الأمنية المتدهورة في مالي أبرز ما ميز انتخاباتها الرئاسية، فقد شهد الشوط الثاني أعمال عنف استهدفت بعض مكاتب التصويت. مالي إذا تطوي إحدى صفحات انتخاباتها الرئاسية بأقل الأضرار، لكن صفحة ما بعد إعلان النتائج قد لا تخلو من الشد والجذب، خصوصا في ظل الاتهامات بالتزوير التي أطلقها سوميلا سيسي ومن قبل بعض المترشحين في الشوط الأول من هذه الانتخابات. زميل السيد محمد جاغانا يطلعنا في المجزء الاقتصادي على الإقبال المتوسط على محلات خياطة الملابس التقليدية على أبواب عيد الأضحى. إليك جاغانا. المنتدى الاقتصادي من الساحل تي في، اهلا بكم. قال وزير المياه والصرف الصحي يحيى والعبد الدائم ان نسبة التغطية بالمياه الصالحة للشرب في موريتانيا وصلت 70% خلال العام الحالي. جاء حديث الوزير خلال حفل وضع حجر اساس مشروع تزويد مدينة كيفة وسط البلاد بالماء الصالح للشرب، وبذلك تكون نسبة التغطية بالمياه الصالحة للشرب في موريتانيا قد زادت بنسبة 2% خلال أكثر من سنتين خلال أكثر من 60% بالمقارنة مع النسبة التي أعلنتها الحكومة في نوفمبر 2015.
نتابع فيما يلي أبرز محاور الخطة الحكومية لتوفير المياه خلال العام 2018. شهد قطاع الصحة استقطاب تمويلات بعض شركاء موريتانيا في التنمية خلال الربع الأول من العام 2018، حيث بلغ تمويل البنك الدولي للقطاع في هذه الفترة 267 مليارا و750 مليون أوقية جديدة، وساهم الاتحاد الأوروبي ب205 ملايين أوقية جديدة، فيما قدمت اليابان هبة بحوالي 129 مليونا و834 ألف أوقية جديدة، وقدم البنك الإسلامي قرضا بقيمة 35 مليون أوقية جديدة لدعم قطاع الصحة في موريتانيا، وقدمت الوكالة الفرنسية للتنمية هبة ب35 مليون أوقية جديدة. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد ورشات خياطة الملابس نشاطا محموما وإقبالا متوسطا نظرا لما توفره من ملابس رجالية تراعي مختلف الأذواق ولا تخلو من لمسات إبداعية. هكذا يبدو المشهد في سوق الميناء في نواكشوط، أنواع مختلفة من الملابس الرجالية التي أنجز بعضها وبعضها الآخر لا زال قيد الإنجاز. خارج الدراري ينباعوا ب 20 مين، خارجين 30 مين، خارجين 45، وسادة بوان في الخياطة، وما يجي تقول لك حد سعر دار وخارج 100 مين بقى حسب دارته، تقدر دار اسامبل اس بي ولا دار اسامبل رويال ولا اورجينال، فهمت؟ اورجينال قلت جبار 45، رويال قلت جبار 80 كل، واس بي جبار 90، سادة بوان في الخياطة، الخياطة هما الاخرى. الدراعة هي أكبر وأهم متطلبات الزبائن وبأسعار مناسبة حسب الجودة، هذا بالإضافة إلى ما يناسبها من أحذية، فالكل يجد ضالته حسب مرتادي السوق. أزبي 2 مماطر منه نبيعها ب 35 و 10 مماطر نبيعها ب 42 ما شاء الله، وعندنا الخناط مولي العادية كيف غاز والشقة وذا كامل الحمد لله نبيعه. إن كانت الدراعة هي الثوب المفضل لدى الرجل الموريتاني، إلا أن البعض يفضل هذا النوع الفضفاض الذي يراه مناسبا سواء تعلق الأمر بالرجال أو النساء، وللنساء حضورهن في هذه السوق. أما الملاحف فلهذا السوق حظ كبير في توفير أكبر كمية منها حسب الحاجة. ونبريح مجوري نشرو وعدنا بيهم بس 7000 و6000 برسير عاج وتمري يسمى ونعدشي ويطلع ذاك السعر، احنا ما تلقى قاعدين نشرو ويطلعهم ذاك نفس الشيء، مري الخياطة عاد المدفع ب 50 و60 شي يقولوا الطين طان وشي يقولوا السبسية وتعود المدفع عاج. لتبقى سوق الميناء المزود الرئيسي للعاصمة الموريتانية بالملابس والأحذية، وإن كانت تشهد إقبالا متوسطا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. نهاية الموجز الاقتصادي، عودة إليك عبد المؤمن. شكرا لك جاغانا. وموريتانيا تتقدم في تصنيف الفيفا لهذا الشهر، تفرق زين يكشف اسم مدربه الجديد. المزيد في موجز الرياضة معك عماد أحمد بابح.
الرياضة من الساحل تي في، أهلا بكم. أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا صباح اليوم تصنيفه الشهري الجديد الخاص بترتيب المنتخبات العالمية. المنتخب الوطني الموريتاني حل في التصنيف الجديد في المركز السادس بعد المئة مسجلا تقدما طفيفا بمركز واحد عن تصنيفه للشهري الماضي. وعلى مستوى مقدمة الترتيب جاء المنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الأول مسجلا تقدما بستة مراكز. تلاه المنتخب البلجيكي في المركز الثاني الذي تبادل المراكز مع المنتخب البرازيلي الذي حل ثالثا. كما شهدت قائمة العشرة الأوائل دخول منتخبات كرواتيا الأرجواي وإنجلترا. أعلن نادي FC تفرغزين عن تعاقده مع المدرب السنغالي مصطفى سيك لتولي تدريب الفريق الأول بالنادي خلال الموسمين المقبلين. نادي تفرغزين أعلن الخبر على صفحته الرسمية على الفيسبوك، حيث كشف عن وصول المدرب السنغالي إلى العاصمة نواكشوط لإكمال باقي تفاصيل تعاقده مع الفريق والتوقيع على العقد بشكل رسمي، على أن يقدم المدرب الجديد إلى وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعد المدرب مصطفى سيك أحد أبرز المدربين في السنغال خلال الفترة الحالية، حيث سبق له تولي تدريب المنتخب السنغالي للمحليين، كما كانت له تجربة تدريبية رفقة بعض الأندية الإفريقية. وانتخبت الجمعية العمومية لنادي سنيم كانسادو مكتبا جديدا سيتولى تسيير النادي خلال السنوات الأربع المقبلة خلفا للمكتب السابق بقيادة أحمد دول البشير والذي لم يحالف الحظ بالانتخابات. حصلت اللائحة الفائزة والتي يترأسها محمد دول العتيق على 55 صوتا من أصل 108 أعضاء شملهم التصويت. ونالت القائمة الثانية 51 صوتا فيما امتنع عضوان عن التصويت. ويسعى المكتب الجديد حسب برنامجه الانتخابي للعودة بنادي سنيم لمنصات التتويج بعد أن أصبح في السنوات الأخيرة يصارع فقط من أجل البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى. تلقى الترجي التونسي ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي المصري المرتقبة على ملعب رادس غدا الجمعة لحساب الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. فقد كشف الموقع الرسمي للترجي عن تعرض نجم الفريق غيلان الشعلالي لإصابة في الركبة خلال الحصة التدريبية صباح اليوم. وأضاف الموقع أن اللاعب خضع لفحوصات أولية أثبتت أن إصابته تتطلب مبدئيا راحة لمدة أسبوع كامل إلى حين الخضوع لفحوصات أخرى، وهو ما يعني غيابه عن مواجهة الأهلي. كان الترجي قد ضمن تأهله إلى ربع النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين بعدما تصدر مجموعته بعشر نقاط، بينما يأتي الأهلي وصيفا بسبع نقاط. أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباراتي ميلان مع جنوا وسامبادوريا مع فيورنتينا في الجولة الأولى من المسابقة، وذلك على خلفية انهيار جسر في مدينة جنوا. وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن جنوا وفيورنتينا طلب تأجيل المباراتين في الجولة الأولى بعد وفاة حوالي 40 شخصا في حادثة انهيار جسر جنوا. وقال رئيس الرابطة الدوري الإيطالي جياتيانو ميتشيكي أنه نظرا لطلبات تأجيل المواجهتين بعدما كان مقررا لهما يوم الأحد 19 أغسطس الجاري بسبب المأساة التي ضربت جنوا، فقد قررت الرابطة التأجيل. وأشار الموقع إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراتين في وقت لاحق. نقطة الختام، تحية وللقاء. شكرا لك عماد. أخبار الساحل وصلت نهايتها. للعناوين: استعدادات متواصلة من طرف الأحزاب السياسية قبل انطلاق الحملات الدعائية لانتخابات فاتح سبتمبر. المستقلة للانتخابات تؤكد جاهزيتها للاستحقاقات القادمة من الناحية اللوجستية، وأنباء عن تعاقدها مع شركة أجنبية لطباعة بطاقات التصويت. إبراهيم أبو بكر كيتا يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد تجاوز منافسه سميلة سيسي
والأخير يرفض النتائج. كرم متابعة المشكور، إلى اللقاء.